ضمن مبادرات السياسة الوطنية للقراءة، وعبر جلسات ثقافية وورش تدريبية وصحية للأطفال والأسر، انطلقت مبادرة شتاؤنا يحلو بالقراءة للموسم الثالث في واجهة المجاز، بتنظيم من وزارة التربية والتعليم وبمشاركة آلاف الزوار ومئات المتطوعين. مرحبا، أنا مزنة ناجية، بطلة تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. في الحقيقة لقد قرأت أكثر من 200 كتاب، بغيت لا أستطيع القول بأنني قد قرأت في مجال واحد، ولأنني أفضل أن أقرأ في جميع المجالات الأدبية، في العلوم، الكثير والكثير من المجالات. في الحقيقة إنني أنصح الأطفال بالقراءة، لأن القراءة تجعلهم يغوصون في عقول عباقرة العالم واحدا تلو الآخر، ويخرجون بحلول قد تفيد مجتمعهم. شهدت الفعالية تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج، من ضمنها زاوية للرسم ومتابعة الأفلام الكرتونية، وزاوية للقراءة لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة، بالإضافة إلى جناح زايد ذاكرة لا تنتهي لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وتبني القيم الأخلاقية ولغرس الهوية الوطنية في جيل المستقبل. احنا هنا حبينا ان احنا نشارك في الفعاليه وان احنا نستفيد بيها، لان زي ما انتم عارفين احنا نادي الشارقه، ما اسموش نادي الشارقه الرياضي، اسمه نادي الشارقه الرياضي الثقافي. واحنا طبعا اي فعاليه فيها ثقافه وخاصه القراءه، فبنحب نشارك فيها على اساس ان اولادنا ولاعبتنا ان هم يستفيدوا، خاصه فعاليه كبيره زي شتاؤنا يحلو بالقراءه، وخاصه ان هي فعاليه كبيره جدا 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 في كل انحاء الدوله، فحبينا ان احنا نقتنص الفرصه ونستفيد بها في وجودها معنا هنا في النادي في الشرق. القراءه مهمه طبعا، مهمه يعني لكل العصور، يعني لكل الاطفال، للكبار والصغار بعد يعني، فنحس يعني هالشيء بيفيدنا نحن قبل الاطفال حتى، لان هالشيء يخلينا نتذكر ان لازم نقرا. يعني نحن الحين متطوعين نشرف على الاطفال انهم يقرون، ف غلط اني انا اشرف على الطلاب واقول لهم اقرا وانا ما اقرا، فهذا شيء يعكس علي انا، فالحين انا ابغى اقرا بعد ياهم. مبادره شتاؤنا يحلو بالقراءه تركز على تنميه الجوانب الذهنيه والمعرفيه عند الصغار، وتسعى لتنشئه جيل واع ومتفهم لمتطلبات نهضه وطنه ومجتمعه. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم. شتاؤنا يحلو بالقراءة منصة ثقافية متنقلة تسعى لتشجيع الطلاب على القراءة وتعزز القيم الإنسانية والأخلاقية وتبنيها في نفوس جيل المستقبل. للتعرف مشاهدينا على تفاصيل هذه الحملة نرحب بضيفتنا في الاستوديو سعادة الأستاذة وحيدة عبد العزيز محمد، مدير المشاريع القرائية في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا ومساك الله بالخير سعادتك. يا هلا، مساك الله بالنور والعافية يا رب. حملة جميلة صراحة، ويتفي وقتها في هذه الأيام الإجازة، إجازة المدارس للأطفال. حملة شتاؤنا يحلو بالقراءة لابد أن تكون لها أهداف محددة، أكيد. ما هي هذه الأهداف؟ طبعا نحن ضمن السياسة الوطنية للقراءة وقانون القراءة، حملة شتاؤنا يحلو بالقراءة هي استكمالا لحملة ثانية أصلا متواجدة في فترة الصيف. نعم. هي حملة صيفنا يحلو بالقراءة. لما شفنا النجاح اللي حققناه في هاي الحملة في فترة الصيف، كان في توجيهات من القيادة العليا في الوزارة أن أيضا تكون حملة مشابهة لها في فترة الشتاء. نعم. الهدف من نحن مواصلة القراءة في فترة الشتاء، تعرف الطلبة وأولياء أمورهم على المؤسسات الثقافية الداعمة للقراءة في كل إمارة، أيضا قضاء وقت الإجازة في
في نقول أعمال التطوعية، لأن نحن عندنا الشباب أيضا متطوعين في هذه الحملة ما شاء الله، أيضا هم اللي يقرون للشباب للأطفال. من فئة الطلاب أم أن المجال فئة مفتوح؟ الطلاب والجامعيين، نعم. هم اللي يديرون الجلسات القرائية، هم أيضا الناحية التنظيمية هم يشاركون فيها. جميل جدا. فيتم يعني مشاركة طلبة الجامعات والدراسات الجامعية يعني والكليات مع الطلبة، طلبة المدارس الصغار. الصغار والمرحلة الثانوية هم أيضا يشاركون مع الكبار في تنظيم الجلسات القرائية للأطفال. ما شاء الله. الحملة هاي السنة الثانية، حملة شتاؤنا. حملة صيفنا نقول السنة الثالثة، بس شتاؤنا يمكن استكملت السنة الثانية تقريباً. ما شاء الله. يعني حملة صيفنا من اسمها في الصيف، في الصيف، وشتاءنا في الشتاء. التوقيت والفترة الزمنية اللي تستغرقها هذه الحملة؟ طبعا نحن عند راس نحن نبتدي في اول اسبوع من الإجازة، على تتزامن مع إجازة المدارس. إجازة المدارس، نعم. جميل. نحن وفي كل إمارة تستغرق الحملة فقط مدة يومين وتنتقل لإمارة أخرى. يمكن نحن العام استفتحنا الحملة في إمارة أبوظبي في العاصمة. السنة كانت المرحلة الأولى، الانطلاقة الأولى من إمارة الشارقة، وبنستكملها إن شاء الله بعد الإجازة يعني الأسبوع القادم في إمارة أبوظبي. نعم، مثل ما نشوف على الشاشة هذه جزء من الفعاليات يمكن والورش التي تقام في هذه الحملة. ذكرتي المحطة تبدأ في الشارجة هذه السنة. والمحطة كيف نخبر السادة المشاهدين يعني المحطات في التواريخ، يعني في كل مكان التاريخ المحدد في كل إمارة؟ بإذن الله بنكون في دلما مول في إمارة أبوظبي، طبعا في المركز التجاري، بنكون في تاريخ 7 و8 و1 يناير. وبتنتهي الحملة طبعا نحن، لأن نحن عندنا مهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بيكون في نهاية شهر يناير، فأيضا بنكون متواجدين في هاي الحملة، فبتكون نهاية حملة شتاؤنا يحلو بالقراءة. نعم. بعد أبوظبي وين بتكون المحطة التي تليها؟ في فيستيفال دبي في، نعم، أرينا، في مهرجان الوطني للعلوم والابتكار. بنكون في تاريخ 31 إلى 5/2 بإذن الله. نعم. بتدور على إمارات الدولة؟ لا، بس ثلاث محطات. نعم. نحن نحاول أن نحن نستكمل حملة الصيف تكون فيها إمارات معينة، وفي مرحلة ثانية مرحلة حملة الشتاء تكون في إمارات أخرى، عشان يكون في توازن. صحيح، توزيع. لأن نحن نستهدف كل الإمارات حاليا. نعم. وأيضا في المبادرات الأخرى اللي عندنا نستكمل أيضا الإمارات الأخرى اللي ما كان فيها حملة الشتاء أو حملة الصيف. نعم. في مبادرة ثانية إن شاء الله بيكون في شهر القراءة، كرنفال القراءة. فبنكون الانطلاقة بتكون من مدينة خرفكان بإذن الله. نعم. يمكن اللي يسمع أن حملة الشتاء يحلو بالقراءة أن يقتصر فقط على القراءة، هناك أنشطة مختلفة يتم توفيرها في هذه الحملة؟ نحن نجمع عدة جوانب. يعني اليوم نحن نستهدف من القراءة هو أن نحن نبني أجيال المستقبل بالمهارات المتقدمة، وعن طريق القراءة نحن نستهدف أن الطالب يكون مبتكر، عنده الإنجاز، عنده المسؤولية، مطلع على ثقافات الأخرى، أيضا أنه يكون طالب اليوم عنده قوة التواصل، عند الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، فها كلها نحن نوفره في منصتنا. بالنسبة للورش تكون ورش قرائية وابتكارية. نعم. وأيضا نحن عندنا بالنسبة للمسرح نستضيف الكتاب، على أساس أن الأطفال اليوم يتعرفون على الكتاب اللي يكتبوا لهم القصص. جميل. طبعا بالشراكة مع اتحاد وكتاب الإمارات. أيضا عندنا في كل إمارة عندنا يمكن شركاء مختلفين، في شركاء ثابتين. الشركاء عندنا طبعا شؤون الرئاسة من أبوظبي، الأرشيف الوطني، هم متواجدين يعني في كل المنصات، سواء في إمارة أبوظبي أو الإمارات الأخرى. نعم. مبادرة لغتي أيضا هم متواصلين ويانا، متواجدين في كل الإمارات تقريبا، يعني هم معانا.
استضفنا لأول مرة المتحف البحري من إمارة الشارقة. جميل. فكانت الحكايات عن البحر، وكان بعد القصة أو الحكاية أن الأطفال يعملون ورش باستخدام اللولو، وأساس أن نحن يغرسون فيهم حب اللولو، وكيف أن هو يعني لعدة استخدامات. صحيح. وأيضا كان معنا في إمارة الشارقة هيئة البيئة والمحميات. جميل. من إمارة الشارقة. جميل. يعني الكل كل الجهات ما شاء الله تشارك في مثل هذه الفعالية الثقافية اللي تهتم في تنمية وتعزيز القراءة لدى الأطفال. أنا لاحظت في التقرير يعني واحد من الطلاب الشباب قال كلمة جميلة، يعني أنه قال بما أن نحن نقدم ورش ونساعد الأطفال على نشجعهم على القراءة، من باب أولى نحن نقرأ أكثر. صح. فقال أنه هو يمكن ما كان يقرأ في السابق، لكن هذه الحملة شجعته أنه يقرأ ويكون قدوة لهؤلاء الأطفال. هذا الهدف نحن من الحملات هاي. اليوم حتى نحن عندنا جلسات أولياء الأمور مع أطفالهم. يمكن دائما الأم هي اللي تقرأ للطفل، بس عندنا مساحات في المنصة، يعني تكون الجلسة إن حتى الأب ليش ما يقرأ للطفل. صحيح. مرات يقولون والله هي متعة، ليش نحن ما نسويها في البيت. صحيح. يعني نحن هذا هو الهدف اليوم، نشتغل على نشر ثقافة القراءة. القراءة. اهتمامكم في القراءة لا يقتصر على هذه الحملة فقط، هناك يمكن أجندة طويلة يعني تهتم في هذا الجانب، حدثينا أكثر عن هذه الأنشطة والفعاليات التي تقام للاهتمام بالقراءة. طبعا الحمد لله نحن عندنا المبادرات القرائية من المبادرات المهمة، وفي هي أيضا مدرجة في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم. نعم. طبعا إذا قلنا حملة الصيف والشتاء، أيضا نحن عندنا شهر القراءة، وهو أيضا متضمن في قانون القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هاي الحملة تنطلق من 1 مارس إلى 30 مارس. الحملة عبارة عن مبادرات في جميع مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع بعضها البعض. يعني يمكن العام نحن وصلنا ل 7000 مبادرة قرائية كانت على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. نواكب نحن كوزارة التربية والتعليم كرنفالات قرائية. الكرنفال هذا في يمكن يكون في 5 إمارات في على مستوى الدولة، نكون في إمارة أبوظبي، يمكن من سنتين أيضا كنا في الظفرة. نعم. في المنطقة الغربية، وفي رأس الخيمة، وفي إمارة الفجيرة، ما شاء الله، ونختار بين الملكوينة وعجمان. نحن هدفنا اليوم أن نحن نبني مثل ما قلت لك جيل المستقبل. نعم صحيح. فاليوم صدق الحملات يمكن تكون بالنسبة لنا متعبة، بس نحن في النهاية نحصل منها المتعة. أيضا نحن عندنا مشاركة طبعا قاعة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل. نعم. وأيضا شاركنا في معرض الشارقة للكتاب، بتكون عندنا مشاركة أيضا منصة ثابتة في معرض أبوظبي للكتاب. ما شاء الله. هاي هي المبادرات الرئيسية. في مبادرات مستجدة السنة إن شاء الله، وبتكون يعني إعداد للخمسين إن شاء الله. يعني يمكن تواجهون صعوبة خصوصا في هذا الزمن، يعني خلينا نقول الأطفال يميلون أكثر للأمور الإلكترونية والألعاب الإلكترونية، فهل قدرتوا أنكم تواكبون هذا الشيء وتستغلون هذا الاهتمام، اهتمام الطفل بالتكنولوجيا، في أن تسخرون التكنولوجيا لخدمة القراءة؟ نحن مثل ما شفتي في المنصة، يعني نحن يمكن يبنى الشركات اللي تهتم بهالجانب اللي تجمع بين التكنولوجيا والقراءة. نعم. نحن اليوم نبى نبعد الطفل شوي عن التكنولوجيا. صحيح. نبى شوي نخليه يعني متمسك بالكتاب أكثر. يتلمس الكتاب أكثر. نعم. فهذا هو واجبنا، ويمكن هذا اللي نحن ياسين نحققه في المبادرة، المشروع الكبير على مستوى الوطن العربي هو مشروع تحدي القراءة العربي. نعم. هذا مشروع كبير طبعا، يعني خلينا نعطيه حقه في أكيد. الشرح ونوضح أكيد. للسادة المشاهدين عن هذا التحدي، تحدي القراءة. طبعا تحدي القراءة العربي مثل ما نحن كنا نعرف أنه أكبر مشروع قرائي عربي أطلقه. نعم. صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد حفظ الله ورعاه في 2015. نعم. الهدف الرئيسي كان من تنمية الناحية القرائية على مستوى الوطن العربي. صحيح. وأيضا تشجيع الجميع الأطفال في الوطن العربي على القراءة والابتكار والإبداع. ونشأة الجيل هذا ممكن يوصلنا في المستقبل أنه هو يكون كاتب. نعم. فيمكن نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة عندنا الأولوية الكبرى لهذا المشروع، سواء عن طريق اللجنة العليا المنظمة للمشروع على مستوى وزارة التربية والتعليم، واللجان المنبثقة منها على مستوى جميع المجالس التعليمية والنطاقات والمدارس. نعم. يعني اليوم نشوف في كل مدرسة في فريق خاص بتحدي القراءة العربي. نعم. وأيضا منسق للمبادرة، سواء وزارة التربية والتعليم أو هيئة التعليم الخاص. أيضا اليوم نشكر هيئة التعليم الخاص في إمارة الشارقة. نعم. لأنهم شكلوا أيضا فريق داعم للمبادرة، وهيئة المعرفة في دبي، وأيضا هيئة التعليم الخاص في إمارة أبوظبي. نحن نعمل أيضا كنا ضمن خطة واحدة، هو رفع مستوى القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. في يمكن في أول سنة جاوزنا 100,000، بس نحن في 2019 في الدورة الرابعة حققنا 455,000 قارئ على مستوى دولة الإمارات العربية. دولة الإمارات فقط؟ فقط دولة الإمارات. ما شاء الله، مع أن تستقبل يعني المشاركات من كافة أرجاء الوطن العربي. هي أنا أتكلم عن دولة الإمارات فقط. لأن أنا أيضا أمثل دولة الإمارات في هاي المبادرة، وهذا شرف لنا. يعني آلية هذا التحدي وهذه المبادرة، يتم توزيع أتوقع مثل جوازات على الطلبة في جميع المدارس، ويجب على طالب القراءة وأتوقع ملخص عن القصة أو الكتاب. نحن عندنا 5 جوازات. نعم. اليوم الهدف نحن عشان نغرس عادة القراءة، أن ما نوصل للطالب فقط نقول بس. يمكن إذا قلنا اليوم نبقى الطالب أنه يقرأ 50 كتاب يمكن هو بيستثقل. نعم، خاصة يمكن في المراحل الصغيرة. نحن نبتدي وياهم بالتدريج. اليوم كل طالب مشارك نقول على الأقل حتى إذا يقرأ كتاب، بس أنه يشارك في المبادرة. صحيح. نحن عندنا العدد الكبير هو اللي ينهي من 50 كتاب ويدخل التصفيات، سواء على مستوى المدرسة، وبعد هذا يدخل التصفية على مستوى المجالس، مستوى كل إمارة، وبعد مستوى كل إمارة يدخل على التصفيات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. اليوم نحن حتى في عند تحكيم المبادرة ما ننظر للطالب أنه هو قارئ. نحن نشوف النواحي الأخرى اللي تنمي القراءة عنده. نعم. فهاي الأمور اللي نحن نركز عليها في مبادرة مشروع تحدي القراءة العربي. والحمد لله يمكن السنة نحن خذنا بالنسبة لمدرسة الرمس في رأس الخيمة، حصلت على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي. ما شاء الله. صحيح. وأيضا الطفلة مسنة. نعم. يعني هي كانت في الحلقات اللي اختاروا فيها يمكن 16 طفل على مستوى الوطن العربي يدخلون البرنامج التلفزيوني، وحققت يمكن مراحل متقدمة. ما شاء الله. لأن تم اختيارها يمكن فقط أن ليس هي أنهت 50 كتاب. نحن شفنا جوانب أخرى في مزنة نمتها القراءة. صحيح. كيف يتم قياس تأثير هذه الحملات القرائية على الأطفال في المدارس؟ نحن طبعا بالنسبة للحملات جميعا عندنا نحن مؤشرات، سواء عدد المشاركين أو عدد المبادرات اللي تكون بعد كل حملة، وأثر هاي المبادرات على الأطفال وحبهم للقراءة. مثل ما قلت لك، إذا بدينا 100,000 مشارك في تحدي القراءة العربي، وخلال 4 سنوات نصل إلى 455,000 مشارك، فهذا دليل أن نحن قطعنا الشوط. كان له تأثير قوي. نحن في كل حملة يمكن في جزئية أو في الحملة في المنصة مخصصين لتحدي القراءة العربي وتشجيع الأطفال، وأيضا التحدث مع أولياء الأمور. نحن ما ننسى دور ولي الأمر، يعني هو دوره مكمل اليوم بالتأكيد للمدرسة. إذا شفنا يمكن أبطال التحدي، يمكن العام كانت عندنا
شمس النقبي بطلة التحدي. نعم. وسنة مزنة الأسرة هي الدعم الأولى لهم. نعم بالفعل. بعد طبعا المدرسة. نعم بالتأكيد، ويعني دور الأسرة مكمل لدور المدرسة والعكس صحيح، وكلهم يصبون في خدمة هذا اللي نحن بنوه عليه. أكو نعم. مساحات لأطفالكم بالقراءة داخل المنزل. نعم يعني نتمنى لكم إن شاء الله توفيق. ما شاء الله حملات جميلة وما شاء الله متتالية ومتوالية، يعني استغليتوا إجازة الصيف وإجازة الشتاء في خدمة القراءة والتثقيف لهؤلاء أبنائنا الطلبة، وهم محتاجين بالفعل في مثل هذه خلينا نقول لتحضنهم حاضنات، تحضنهم بشكل إيجابي. وكلمة أخيرة بخصوص هذه الحملة وغيرها من الحملات توجهينها لأولياء الأمور. طبعا أنا أشكرهم على تعاونهم الكبير، بس نحن حابين تواجدهم يكون بشكل أكثر واصطحاب أطفالهم أيضا لهذه الحملات ومعارض الكتب والتعرف عليها، وخاصة في أوقات الإجازات. يعني نحن نشوف الرحلات المدرسية تأدي دورها. صحيح. بس لما الطفل بعد هي مع العائلة ومع أولياء الأمور تكون عنده مساحة أكبر للاختيار والتوجيه. أيضا حابين أن أولياء الأمور يدعمون برنامج تحدي القراءة العربي، مثل ما قلت يفسحون مجال للطفل ويساعدونه حتى أنه ينمي مهارات القرائية داخل المنزل. نعم، وتتوطد العلاقة بين الطفل والكتاب، وإن شاء الله يطلع لنا جيل إن شاء الله كاتب وقارئ وواعي ومثقف. هذا اللي نعمل عليه جميعا إن شاء الله. بإذن الله. سعيدين بوجودك معنا اليوم، وشاكرين لك حضورك سعادة الأستاذة وحيدة عبد العزيز محمد، مدير المشاريع القرائية في وزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا. وأنا سعيدة. شكرا جزيلا.